فريق زولهامة من هو كان مجهول جدا على مستوى السويس، بدأت معايا باللاعيبة رحمة واللاعب حازم، كان أول اتنين من حوالي 5 6 سنين. اللعبة دي كانت فردية، كان أهليهم جايبينهم اللي هما يبتدوا يلعبوا أي لعبة، فالحمد لله ابتدينا نستقطبهم، فلقيت الموضوع للأولاد ديت عندها حب شديد جدا وعندها روح عالية جدا وعندها ثقة في النفس جدا، بس عاوزة اللي يوجههم ويطلعهم، والحمد لله ربنا قدرنا وبدينا بحازم ورحمة. دلوقتي عندنا أكتر من 45 لاعب زهمة. الأولاد ديت عندها في الرياضة فوق الخيال فوق الخيال، فهم الأولاد دولت مش محصورين في الحاجة دي بس، لا في رسامين، في أذكياء، في بيغني، في بيقول شعر، في بيقول توشيح، فالأولاد عندهم كتير. أولياء الأمور كانوا بيخافوا لو ما ينزلوا أولادهم في الأندية أو يشتركوا في أي لعبة، النهاردة بقى عندهم الجراءة، اللي ابنهم قد التحدي، اللي ابنهم النهاردة بطل، اللي ابنهم ممكن يعمل المستحيل، وبتوجهات السيد الرئيس اتفتحت لهم الأبواب. أول ما احنا ابتدينا عشان أنا وكابتن محمد وكابتن عبد الرحمن إن احنا نبتدي نمرن ذو الهمم، حطينا قدامنا هدف واحد، يعني إن احنا لما نيجي نساعدهم النهاردة احنا بنساعدهم لله، يعني احنا بنتاجر مع ربنا بغض النظر عن أي حاجة، احنا مش مستنيين مصلحة من حد، بس احنا حبينا وخدناها كده ان احنا ان شاء الله باذن الله هناخد الفريق ده لغايه ما ربنا يكرمه ويطلع بطوله، فاحنا معاهم لغايه ما يعني زي ما يقولوا ايه لغايه نهايه العمر. انا بتعامل معاه، لا حببه في اللعبه، حببه ان هو يجي، حببه ان هو يتعامل مع اي حد بطريقه سويه، ففعلا في سلوكيات كتيره اتغيرت من سلوكيات البيت، لما جه النادي بقى يتعامل في النادي بسلوكياته هو اللي هو بياخدها عندنا. يعني أنا جبت ابني مازن ما كانش بيعرف يتأقلم مع حد، بس دلوقتي الحمد لله يعني مع الدنيا كلها بيخرج ويروح ويجي وبيعرف يجي لوحده هنا ومدرسته الكلام ده كله. بقالي سنين كتيرة بلف برحمة بنتي، أنا ما شفتش زي كابتن محمد ولا كابتن إيمان، بصراحة ربنا ربنا يبارك لهم، هم اللي وصلوا البنت المركز 5 في الجمهورية. إحنا كأولياء أمور كنا بندور على أي مكان نقدر ننمي فيه مواهب الرياضية اللي عند أولادنا، قدراتهم، واخد بال حضرتك، وكل ده كابتن محمد تولاه بصراحه. ناس كارتيه، ناس جاردو، ناس كل حاجه. لا نفسي اكبر ولا لا واتمرن وامرن الناس. دول احسن ناس بصراحه، جيت هنا اتدربت معاهم. كابتن محمد صبحي للفضل ان هو دربنا وبيعلمنا حاجات جميله جدا. احنا بنحب كلنا.